تفتكر معايا السيناريو الاكسايد دي سمو كان عامل ازاي؟ كان عباره عن دايرتين، دايره للفيلد ودايره للايه؟ للارميتشر. دايره الارميتشر كانت عامله ازاي؟ كان الارميتشر بيبقى ليه ريزيستنس وكان بيبقى عالي الفاكتور عشان الملفات، وفي الارميتشر فولت ايه؟ موجود هنا. فاهم؟ تمام. الجولد اللي انا كنت بحطه هنا كنت بسميه الفي اوت او كان في اوت اللي هي من الايه؟ من الريكتفاير. هنا ارميتشر فولتج ده دي ايه؟ وعندنا هنا دايره الفيلد اللي هي اسمريتد على ايه؟ الارميتشر الناس عملت اكسايتد ماشي فيها ايه؟ الفيلد كارنت ومتوصل عليها ايه؟ الفيلد فولتج من المنظر ده. طبعا في هنا تيار ماشي مسمينه ايه؟ الارميتشر كارنت. لو دي مقاومه الارميتشر دي هاي اندكتيف، المفروض لو انا وصلت ميكانيكال شارت يبدا يدور بسرعه ايه؟ بسرعه عمود جامد. تمام؟ بس سبريتنج سايد دي سي موتور. طيب عشان اعمل كنترول في سبريتنج سايد دي سي موتور ايه اللي بيحكمني؟ اللي بيحكمني حاجتين، علاقه ما بين التورك والتيار، وعلاقه ما بين الايه؟ ما بين الفولت والسرعه. طيب اول علاقه اللي هي ما بين التورك والتيار، التورك في الموتور بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على حاجتين، التيار بتاع الارميتشر والتيار بتاع الفيلد. الكلام ده بيتناسب مع الاي فيلد في الاي ارميتشر. اقدر اشيل كام ثابت التناسب ده واحط ايه؟ ثابت. ثابت الكي تي في الاي فيلد في الاي ارميتشر وكده ايه؟ اول حاجه. تاني حاجه عندك علاقه ما بين ايه؟ ما بين الفولت والسرعه. ايه هو؟ الارميتشر فولتج. الارميتشر فولتج ده بيعتمد على ايه؟ ده بيعتمد على حاجتين برضه، الاي فيلد المجال اللي جاي من دايره السيميتريك سايكل، وحاجه كمان اللي هي الايه؟ السرعه بتاعت الايه؟ الميكانيكال شارت. اقدر اشيل الكلام ده برضه احط ايه؟ احط ثابت كي فاي في الاي فيلد رون جيم رون جيم ده كده ايه؟ رقم 2. المهم حاجتين مفيش غيرها، علاقه بين التورك والتيار، وعلاقه بين الارميتشر فولتج والايه؟ والسرعه. طيب لو انا عندي الموتور ده التورك اللي متحمل عليه كونستانت لود، يعني التورك بتاعه التورك التي لود اللي متحمل بيه ايه؟ الموتور ده كونستانت على طول الايه؟ على طول الاوبريشن. وجيت انا ثبت تيار ايه؟ الفيلد كارنت ده. فمعنى كده ان ايه؟ لما التيار لما التورك يبقى ثابت والفيلد كارنت يبقى ثابت يبقى الارميتشر كارنت يبقى ايه؟ يبقى ثابت برضه هو كمان. تعالى بقى هنا في السرعه، لما ثبت الاي فيلد مش كده بقى عندي علاقه مباشره ما بين الارميتشر فولتج وما بين السرعه؟ ده اللي انا عايز اوصله، ان انا اغير في سرعه الارميتشر، اغير في جهد الارميتشر اللي موجود هنا، فغير السرعه بتاعت الايه؟ الموتور. عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا اثبت التيار الفيلد واثبت الحمل اللي عندي. تمام؟ لو ثبت التيار الفيلد انا كده بقى عندي علاقه مباشره خلاص من الاثنين، انا كده بقى عندي علاقه مباشره ما بين ايه؟ ما بين الاي اي وما بين بسميه سبب جديد مثلا وليكن كي واحد، ما بينها وما بين الايه؟ ما بين الاوميجا ام. كل ما اغير الارميتشر فولتج كل ما الايه؟ ما السبيد بتاعت الموتور ايه؟ هتتغير. طيب بعد كده شوف تطبيق على الكلام ده. عندك ارميتشر سيركت بسبريتلي اكسايتد دي سي موتور ومديك الريتنج الريتنج بتاع الموتور ده. قال لك ان الموتور ده 500 فولت 25 امبير 1000 ار بي ام. دي الريتنج كاركترستيك بتاعت ايه؟ بتاع الموتور. وقال لك ان انا محمله بحمل ثابت على طول الايه؟ الاوبريشن، يعني التورك عندي بايه؟ كونستانت. وهيثبت تيار الفيلد بتاع دايره الايه؟ المجال. وبيقول ايه بقى؟ بيقول ان دايره الفيلد دي البارامترز بتاعتها عامله ازاي؟ قايل لك ان انا عندي دايره الارميتشر معلش عندي ارميتشر ريزيستنس 1 اوم ودايرته كانت هاي اندكتر بسبب ملفات ايه؟ الموتور. وقال لك ان انا التغذيه الدي سي اصلا اللي انا جايبها للسبلاي ده للموتور ده جاي اساسا من 3 فيز ريكتفاير بريدج. يعني ده كده جاي من 3 فيز بريدج ريكتفاير. الثري فيز بريدج ريكتفاير ده متوصل اللاين تو لاين فولتج بتاعه بكام؟ 440 فولت ايه؟ ار ام اس. عايز هو ايه بقى؟ ريكوايرد. هو عايز الفايرنج انجل اللي تخليله تيار الارميتشر عند الستاند ستيل ب 40 امبير. وعايز الفايرنج انجل اللي تجيب له السرعات الثانيه. اللي تجيب له السرعه مره 800 ار بي ام ومره 300
ومرة كان 150 RPM. اخر حاجة بيقول لك لو انا حطيت الالفا دي بتساوي زيرو السرعة هتساوي كام؟ لو انا حطيت الالفا بزيرو سرعة الموتور هتساوي كام؟ طيب هو دلوقتي ايه القوانين اللي بتحكمني اساسا؟ انا عندي علاقه مباشره ما بين التور ما بين الفولت وما بين الايه؟ وما بين السرعه. يعني انا عندي الارميتشر فولتج بيساوي ثابت مضروب في الايه؟ في السرعه. حيث السرعه دي الايه؟ بالراديان بير سكند. طب لو اشتغلت ار بي ام واعتبرت ان الثابت ده بيشتغل على ار بي ام معايا ما فيهاش مشكله. انا ممكن اقول ان الاي اي دي بتساوي ثابت مضروب في الايه؟ في الان حيث الان دي بالايه؟ بالار بي ام. بس انا لحد دلوقتي برضه مش فاهم الفايرنج انجل هتاثر فين هنا؟ طب انت تعالى شوف الارميتشر فولتج ده جاي من اساسا. انت لو بصيت على الدايره اللي قدامك دي الجهد اللي طالع من هنا ار دي اوت ده جاي من ايه؟ جاي من الارتفاع. ده في ايه؟ ده في اوت ايه؟ افريج. لان انا شغال ايه؟ هنا دي سي كومبوننت. الدايره دي هايلي اندكتيف. الطياره اللي طالعه طياره بيور دي سي. فبالتالي لو انت مشيت مع اللوب دي هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الفي اوت افريج اللي طلع كله من السبلاي هو عباره عن ايه؟ فولتج دروب اللي حصل في المحاضره بتاعت الارميتشر مع الايه؟ مع الايه؟ مع الارميتشر فولتج. فبالتالي الـ E of A يساوي الايه؟ الـ V out average minus الـ A minus الـ IA في الـ RA. يبقى انت كده معناه ان الـ V out average minus الـ IA في الـ RA بتساوي ثابت في الايه؟ في السرعه. يبقى انت كده عندك علاقه ما بين الايه؟ ما بين الـ V out average اللي هي اصلا جايه لك من الايه؟ من الفايرنج انجل وما بين السرعه. دي فكره الكنترول في الايه؟ في الـ DC mode. فتعالى بقى شوف هو عايز ايه؟ ايه؟ الايه ارميتشر كي ثابت ثابت. انا مسميه كي واحد لانه اصلا المفروض كان في فيلد كارنت مع العلاقه دي بس هو اصلا ثابت تيار الفيلد. فانا قلت ان التيار الفيلد في الثابت اللي هو كي 5 سميت ثابت انا كي واحد. المهم ان هو ايه؟ قيمه ثابته وخلاص ثابت تناسب. تعالى شوف بقى هو عايز ايه. اول حاجه هو عايز الفايرنج انجل اللي تعمل لك ليميتيشن لتيار الايه؟ الارميتشر عند الستاند ستيل ب 40 امبير. هو ايه؟ يعني ايه ستاند ستيل؟ يعني لسه ايه؟ لسه بيبدا، لسه سرعته ايه؟ لسه زيرو، فالمفروض في ايرش كارنت عالي ايه؟ بيتسحب. طب هو بيعمل هنا ايه؟ هو هنا بيزود الفايرنج انجل بحيث ان هو ما يخليش التيار اللي يتسحب ده يبقى تيار كبير. بيعمله ليميتيشن، يعني من الاخر كده بيقلل الجهد المحطوط على الموتور عند الستارت اب. بحيث ان هو بس يعدي فتره الستارت اب بعد كده يبدا يديه ايه؟ يبدا يديه الجهد الريتد بتاعه. فهو دلوقتي عند الستاند ستيل السرعه بكام؟ بزيرو. معنى ان السرعه بزيرو ان الارميتشر فولتج بكام؟ بزيرو. ما هو السرعه بزيرو يبقى الارميتشر فولتج بزيرو. يبقى معنى كده ان الفي اوت افريج بتساوي كام بقى؟ الفي اوت افريج اصلا بتساوي الاي اي في الار اي زائد الاي اي. طب الاي اي دي مش موجوده يبقى بتساوي ايه؟ الاي اي في الار اي. طب الاي اي ده الاي اي عند الايه؟ عند الستاند ستيل اللي هو ايه؟ اللي هو مديهولي بكام؟ ب 40 امبير مضروب في المقاومه بتاعت الايه؟ المسار اللي هي 1 اوم. يبقى الكلام ده بكام؟ ب 40 فولت. طيب فين الالفا تيجي منين؟ هتيجي من الريكتفاير لان الفي اوت افريج دي اساسا كانت طالعه منين؟ من 3 فيز بريدج. لو تفتكر الافريج اوت فولتج بتاعه كان بيساوي كام؟ كان بيساوي 3 بيساوي 2 على 4 في الفي لاين مضروب في كوزاين الايه؟ مضروف في كوزاين الايه؟ كوزاين الالفا. ده في الهاي اندكتيف بريدج؟ نعم؟ هاي اندكتيف بريدج؟ ده الهاي اندكتيف بريدج كله هاي اندكتيف. لو البي اوت افريج ب 40 فولت الكلام ده بيساوي 3 جذر 2 على الباي مضروبه في الفي لاين تو لاين ار ام اس اللي هي 440 فولت مضروبه في ايه؟ في كوزاين الايه؟ في كوزاين الالفا. مش هقدر اطلع الالفا من هنا صح؟ كوزاين على اسوان الايه؟ الكلام ده فدي كده الالفا عند الستاند ستيل اللي تخليها تكرر او نشر بكام؟ ب 40 امبير. طب ده كده اول حاجه. تعالى بقى تاني حاجه. تعالى تاني حاجه. عايز بقى الالفا اللي يجيب لك كذا سرعه. هم نفس الفكره ولكن احنا ايه هنشوف سرعه واحده منهم وليكن ايه ال 300 ار بي ام. يعني عايز الالفا اللي يجيب لك السرعه بكام؟ 300 ار بي ام. طيب انا قبل اصلا ما ابدا في الكلام ده انا لازم اشوف العلاقه اللي ما بين الجهد بتاع الارميتشر وما بين السرعه. انا لازم اجيب ثابت التناسب ده عشان اعرف بعد كده العلاقه اللي انا همشي عليها عامله ازاي. طب فين الكونديشن اللي كل الداتا بتاعتها مستوفيه وموجوده معايا؟ الريتنج هو اللي معايا فيه كل حاجه، معايا فيه الجهد، معايا فيه التيار، ومعايا فيه السرعه. فانا من هنا اقدر اجيب ثابت التناسب ده. هو انا هعمل الكلام ده ازاي؟ انا عايز مبدئيا كده. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي لما كان الجهد 500 فولت ساحب التيار 25 امبير. الجهد ده انهي جهد؟
هل هو الارميتشر فولتج اللي هنا ولا الجهد الكلي اللي محطوط على الموتور؟ ده الريتنج، يعني الجهد الكلي اللي انت جبته من السبلاي حطيته على الموتور، ملوش دعوه بالارميتشر فولتج، ملوش دعوه بالجهد الفعلي اللي اتحط على الموتور. فاللي هو مديهولك ده الفي اوت افريج، وده الارميتشر كارنت، ودي السرعه، ولكن عندي ايه؟ عندي الريتنج. طيب من الفي اوت افريج والاي اي اعرف اجيب الاي اي، يبقى الاي اي عندي الريتد بتساوي، او عندي الريتنج بتساوي كام؟ بتساوي الفي اوت افريج ماينس الاي اي في الار اي. طيب الفي اوت افريج بتساوي كام؟ الريتنج بتاع 500 ناقص الاي اي في الار اي، الريتنج بتاعي 25 مضروب في الاي اي اصلا في الار اصلا سالب ايه؟ 1 او، يعني الكلام ده بيساوي 475 ايه؟ فولت. ده الاي اي، يبقى معنى كده ان لما كان الجهد 475 كانت السرعه بكام؟ 1000 ايه؟ 1000 ار بي ام. يبقى ثابت التناسب اللي بيحكم لي بقى ما بين الجهد والسرعه عباره عن ايه؟ كي 1 بتساوي 0.475 475 ايه؟ فولت على الار بي ام. تمام؟ يبقى معنى كده ان العلاقه اللي احنا بنشتغل عليها ان الارميتشر فولتج بتساوي 0.475 ملوف في الايه؟ ملوف في الايه؟ ملوف في السرعه. بس ده كده اللي احنا بنشتغل عليه في اي حاجه ثانيه. طيب تعالى بقى نرجع اللي احنا كنا عايزينه، احنا عايزين نقول لما السرعه كانت بكذا عايزين نعرف الالفا بكام. طب السرعه عندي 300 ار بي ام، يبقى جهد الارميتشر كان بكام؟ يبقى جهد الارميتشر عند السرعه دي كان بيساوي 0.475 مضروب في الايه؟ مضروب في الايه؟ في 300 ايه؟ 300 ار بي ام. يطلع لي الكلام ده من ايه؟ من الفولت. ده كان جهد الايه؟ كان جهد الارميتشر. من هنا اقدر اطلع الفي اوت افريج. طب الحاله دي لان انا لازم في الاول، انا في الاول في الاخر لازم ارجع للفي اوت افريج لان ده اللي هيجيب لي الالفا. فالفي اوت افريج بتساوي ايه؟ بتساوي الاي اي زائد الاي اي في الار اي. طب هنا بقى الاي اي معايا انا لسه جايبه زائد الاي اي هنا بقى هو بكام؟ هو ما قاليش. يعني هو في الريتنج اداني 25 امبير. ساعه الاستاد ستيل اداني 40 بس انا بعد غير السرعه ما ادانيش تيار ارميتشر. ليه ما ادكش تيار ارميتشر؟ ليه ما ادكش تيار ارميتشر؟ الترك ثابت. هو قال لك ايه اساسا في الاول؟ قال لك انا هثبت الترك على العمليه دي كلها وهثبت التيار اللي فيه. مين العلاقه اللي بتحكمها بين الترك والتيارات؟ ان الترك بتساوي الاي اي ثابت في الاي في الاي في الفيلد في الارميتشر. يعني متناسب مع الفيلد كارنت والارميتشر كارنت. لو انا ثبت لك الايه؟ الترك وثبت لك الاي فيلد، هل الاي اي ده اصلا هيغير مهما انت غيرت السرعه؟ خالص، هيفضل القيمه ثابته بكام؟ قيمه الريتنج اللي هي 25 ايه؟ 25 امبير. يبقى مهما انت غيرت السرعه الاي اي ثابت معاك ب 25 امبير، لان انت ما غيرتش الحمل اللي عليه اساسا عشان يسحب تيار مختلف. ف الاي دي هتبقى ثابته معاك 25 وجوه في الايه؟ المقاومه بتاعت المسار يطلع لك الايه؟ الاي اوت افريج. من هنا تقدر تطلع الايه؟ الالفا عند الايه؟ عند 300 ار بي ام بتساوي ايه؟ كوساين ماينس 1 الايه؟ المعادله الموجوده عندك. تقدر تطلع الايه؟ الالفا ايه؟ الالفا بتاعتك. طب دي هتيجي منين؟ المعادله ايه؟ عوض الفي اوت افريج اللي انت جبتها والفي لايت راوند 40 تقدر تجيب الايه؟ تقدر تجيب الالفا. ده مش فاكر؟ طيب اخر نقطه بقى، اخر نقطه دي. لو هو طبعا طب يا باشمهندس القمه اللي هتتحط ريديان ولا ديجري بقى؟ ريديان ولا ديجري فين؟ لا عادي انت الكلام ده لو انت انا عايز اطلع لك ريديان احنا على طول مش شغال ريديان يعني فسيبها ريديان زي ما هي. سيبها ريديان. اخر مطلوب بيقول لك انا عايز لما الالفا بتساوي زيرو السرعه بتساوي كام؟ الالفا بتساوي زيرو يعني انا من هنا اقدر احسب ايه؟ الفي اوت افريج اللي هتطلع من الكونفرتر ده لو جبنا الالفا فايرنج انجل بتاعه زيرو يعني كام؟ 3 اجزاء 2 على باي مضروبه في ايه؟ في الفي لاين تو لاين اللي هو كام؟ 440 فولت مضروبه في ايه؟ في كوزاين الفا اللي هي كوزاين زيرو يعني بواحد. فاقدر اطلع ايه؟ قيمه الكلام ده كفولت. من هنا اروح احسب ايه؟ الارميتشر فولتج اللي هو عباره عن الايه؟ عن الفي اوت افريج واطرح منه الفولتج دروب اللي حصل ماينس الاي ايه في الايه؟ في الار ايه؟ يعني الكلام ده هيساوي كام؟ القيمه اللي انا طلعتها ماينس الاي ايه؟ 25 امبير. في الار اي 1 اي 1 او يطلع لي الكلام ده. من هنا اقدر اطلع ايه؟ السرعه. ليه؟ لان انا عارف ان الاي اي بتساوي 0.475 موجوده في الايه؟ في السرعه. يبقى السرعه عند الالفا بتساوي 0 بتساوي كام؟ بتساوي الاي اي اللي انا لسه مطلعها على الايه؟ 0.475. يطلع لك الكلام ده لايف بتاع على طول تعمل ايه؟ الار بي. لان الثابت اللي انا شغال عليه ده اصلا بيطلع لي كل القيم ايه؟ الار بي. في ماكسيمم منه ايه؟ في ايه؟ في ماكسيمم. الفي ماكسيموم فين الفي ماكسيموم؟ اللي هو احنا قلنا بي اكتر من السرطان اه لا ده الفي ماكسيموم ده 3 اجزاء 2 على باي في الفي لاين تو لاين ار ام اس يعني 3 اجزاء دي محطوطه هنا يعني عشان يجيب لك الماكسيموم فدي بتحطها لاين تو لاين ار ام اس لاين اللي هي 400 400 فولت 400 فولت
ده اللي بيطلع التوايت اوبشن المحطوط على الاكتفاير. اه طبعا بيطلع التوايت اوبشن المحطوط على الاكتفاير.